يا بخت اللي بيشجع الأهلي، فالأهلي دواء مفيد لتجنب الإصابة بأمراض الضغط والسكر، ودواء مفيد جدا في إزالة التجاعيد، ويساعد على الشعور بالسعادة ويزيد هرمون البسمة. شكرا يا أستاذ محمد. يعني دي روشتة بيقولها الناقد المميز جدا والمعتدل جدا الأستاذ الكبير محمد سيف، روشتة كده بيقولها يعني للمشجعين عموما. يعني أنا عايز أقولها لكم تاني، أقولها لكم تاني إن شاء الله وأنا بختم معاكم، لأنه هو بيبقى كلامه مميز جدا. عايز أقول لكم دي طبعا قدامكم على الهواء أهي، لحظة من فضلك يا بخت اللي بيشجع الأهلي، فالأهلي دواء مفيد لتجنب الإصابة بأمراض السكر والضغط، ودواء مفيد جدا في إزالة التجاعيد، ويساعد على الشعور بالسعادة ويزيد هرمون البسمة. يعني إن شاء الله يبقى معانا على الهواء الأستاذ الناقد الصحفي الكبير الأستاذ محمد سيف، علشان يعني نسأله شايف المباراة إزاي، وإيه اللي خلاه يقول كده، خصوصا إن هو زملكاوي يعني جامد جدا جدا. عايز أقول لكم أو أتكلم معاكم شوية